سؤال من محمد ابن خطاب. لاعب امكانيات احمد عبد القادر يؤهله انه يكون احسن لاعب في مصر بلا منازع، في رايك ماذا ينقص احمد عبد القادر للوصول لذلك، وما هي اسباب تذبذب مستواه والجانب الكبير في الفرق بين اللي بيقدمه بين مباراه ومباراه؟ سؤال حلو قوي. الاستمراريه في الكوره حاجه مختلفه عن النجاح في الكوره. النجاح في الكوره انك تقدم موسم كويس، الاستمراريه في الكوره انك تقدم موسم كويس كل ماتش. اللياقه البدنيه بتتقاس ازاي؟ بان اللاعب يقدر يقدم اللي بيقدمه في الدقيقه واحد في الدقيقه 90 بنفس مستوى التركيز والقوه، صح كده؟ فانت على سبيل المثال تبص على علي معلول في الدقيقه 80 وشويه ماتش الوداد في استاد القاهره، تفهم هو ليه اتبرجل في الكوره وعمل حاجات كانه لاعب ما عندوش خبره، لان اللياقه البدنيه خذلت. ولما اللياقه البدنيه بتخذلك بتخلي مخزونك او تركيزك يقل، فبتبتدي تعمل حاجات في العادي ما بتعملهاش، او بالذات لو عندك نقطه ضعف في حاجه زي الواجبات الدفاعيه مثلا بتتبرز. احمد عبد القادر شويه من النوع ده، بحس ان اللياقه البدنيه في احيانا بتغزله. طيب الحاجه الثانيه ان انا بحس ان احمد عبد القادر هو بيرقص بس هو مش عارف بيرقص ازاي، بمعنى ان في حاجه كده دايجرام كده فيه اسلوب لتشريح امكانيات اللعيبه. فالاسلوب ده انت ممكن لما تبص عليه تلاقي ان احمد عبد القادر عنده حاجتين، حاجه ايموشنال، حاجه عاطفيه، حاجه بيحط نفسه تحت ضغط هو ساعات زياده وساعات بيزودها، فالزياده دي هي تحمل مسؤولية زيادة، بس في نفس الوقت هو مش عارف قد ايه هو المفروض يرقص، ومش عارف امتى المفروض يتخلص من الكرة. هو بيعملها بالغريزة مش بالفهم، فهو محتاج يزود الوعي بتاعه شوية في الحتة دي، ربما يعني اعتقد ربما لا اكتر ولا اقل. والحاجة التانية هي الدافعية، لان لازم يكون عندك دافعية تخليك بتتمرن بنفس الجدية كل يوم وبنفس النهم كل يوم، انك تبقى اقوى وتبقى اشرس وتبقى احسن وتبقى بتدافع احسن. السنه دي احمد عبد القادر على فكره تحسن كتير في الجانب الدفاعي، يشكر على ده جدا. لسه محتاج يشتغل كتير على تصرفاته بالكوره، تصرفاته وقراراته بالكوره، ودي الجزء اللي معرفش اذا كان كولر هيشتغل معاه عليه ولا هو فعلا اللاعب بيتحضر للخروج، عنده عقد يعني اجنبي ما، فهو ممكن يخرج على سبيل الاعاره، لان انا دي حاجه احنا سمعناها ان ده جزء من الحاجات اللي اثرت على مستواه. الله اعلم بقى.